صلى على قاتل نفسه والتارك للجمعة والجماعة وآكل الربا، وهل يصلى على المقتول حدا قصاصا؟ القاعدة أن العاصي يصلى عليه، عاصي ليس بكافر يصلى عليه، لكن إذا ترك الصلاة عليه بعض الكفار العالم والقاضي والرئيس من باب الزجر لغيره والتنفير من هذا العمل السيء لأنه يرابي أو لأنه قتل نفسه أو لأنه غال في سبيل الله، هذا من باب التنفير من هذه المعاصي، ولا فلا يصلى عليه. اما المقصود في الحد الشرعي حد الزنا لانه محسن، هذا صلى النبي صلى عليه، ولو صلى عليه لا لانه تاب الحدود توبه كفاره. نعم هذا الصلاه كافر لا يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاه لا يصلى عليه لانه كافر. النبي عليه السلام قال عهد النبي بينه وبينه الصلاه، ومن تركها فقد كفر، ومن علم انه لا يصلي ولا يبالي بالصلاه ولا يهتم بها او يجحد وجوبها هذا كافر نسال الله لا يصلى عليه. اما كان يصلي في البيت يصلي مع الناس ولكن ما يصلي في الجماعه مساجد هذا عاصي وصلى عليه. ايش درى اني كان جاري ما اعرف المسجد، ايش درى اني يصلي في البيت او ما يصلي؟ انا اغلب الظن محل نظر، اذا كان الانسان يظهر منه خير وصحابه المسلمين ولم تراه في المسجد ولكن قد يكون يصلي في مسجد اخر او يشهد على الناس بالخير، المفروض لابد من عنايه بهذا الشيء. الذي لا يرى في المساجد ما ظنت السكر ظنوا به السكر نسأل الله السلامة، لكن لا يقطع بكم لا مانع من الصلاة عليه ما دام مع المسلمين واشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويعامل المسلم معامل المسلمين فالاصل بقاؤه في الاسلام حتى تعلم انه لا يصلي بكل المقتول حدا مختصا يصلى عليه ايضا نصا في قبره. نعم.